جايجانتانوميكي، حرب ضخمة بين الآلهة الأولمبية والعمالقة. شرحنا في فيديو قديم حرب تايتانوميكي، الحرب اللي كانت بين زوس والأولمبيين ضد كرونوس والتايتنز، تقدر تلاقي الفيديو من الآي اللي فوق. وبعد حرب تايتانوميكي حبس زوس التايتنز في العالم السفلي، عالم تارتاروس، والموضوع ده اللي ضايق جايا جدا لأن التايتنز هم أولادها، فقررت تخلق جيل جديد، والجيل ده هو الجايجانتس أو العمالقة، واللي كانوا أكتر من 20 عملاق. هدفهم الوحيد هو تدمير الآلهة الأولمبية. ملامح الحرب كانت باينة وواضحة للجميع، وبدأت الآلهة الأولمبية الاستعداد للحرب. ومع بداية المعارك بينهم بان إن الآلهة الأولمبية عاجزة جدا قصاد العمالقة، وده لأن العمالقة كانوا مولدين بسحر قوي جدا اديته ليهم جايا، والسحر ده إنهم عندهم مناعة ضد هجمات الآلهة الأولمبية. اتنبأت هيرا بإن الطريقة الوحيدة لقتل العمالقة هم البشر، وبصعوبة جدا بالنسبة ليها قالت إن البشر الوحيد اللي يقدر يساعدهم في الحرب دي هو هيركليز. وده لأن هيرا بتكره هيركليز جدا. عايز تعرف ليه؟ ففي فيديو عملته عن قصة حياة هيركليز هتلاقيه برضو في الآي اللي فوق. زوس أمر أثينا إنها تدور على هيركليز عشان ينضم ليهم في الحرب. وبجانب سحر العمالقة هما كمان ما كانوش ممكن يتهزموا طول ما هما في المكان اللي اتولدوا فيه، كانوا هيفضلوا يتجددوا تاني. وفي جانب الحرب العمالقة فضلوا يرموا صخور على الآلهة الأولمبية، وفجأة سمعوا صراخ قوي ومرعب. الصراخ ده خلى العمالقة تخاف وتهرب، بس ما كانوش يعرفوا ان الصراخ المرعب ده كان صراخ الحصان الخاص بسيليناوس اللي كان الأستاذ الخاص بديونيسيوس إله الخمر، وهو ده اللي خلاه يدخل الحرب. وفضل سيليناوس يطارد العمالقة لحد ما حس العمالقة انهم اتخدعوا وحاولوا ينظموا نفسهم تاني ويرجعوا للمعركة، بس الوقت اللي كسبوا سيليناوس كان كافي لوصول هيركليز لساحة المعركة، ومع وصوله دبح واحد من العمالقة. بس جايا كانت قادرة تدي العملاق ده الحياة تاني طول ما هو على الأرض اللي اتولد فيها. وهنا عرفوا الآلهة الأولمبية انهم عشان يكسبوا المعركة دي لازم يسحبوا العمالقة لمكان بعيد عن الأرض اللي اتولدوا فيها. هيركليز شال واحد من العمالقة كان اسمه أنتيوس وخده لمكان بعيد عن مكان ولادته، وهناك قتله. وحاول عملاق اسمه بورفيريون مهاجمة هيرا، بس اتضرب بسهم من ايروس اله الحب. وعلى الرغم من الاصابة فضل العملاق يطارد هيرا، بس مش عشان يقتلها، عشان كده سهام ايروس هي سهام شهوة وحب. وهنا زوس رمى العملاق بصاعقة من سلاحه ساندر بولت، اخترقت الصاعقة دي جسم العملاق. وفي ناحية تانية كان ايريس اله الحرب بيحارب بشجاعة ضد العمالقة، بس في الاخر كان على وشك انه ينهزم، بس انقذوه هيركليز وابولو اللي قتلوا عملاق باسهمهم. قوة العمالقة كانت عمالة تضعف مع الوقت، وخصوصا انهم سحبوهم بعيد عن مكان قوتهم. وبدأت الآلهة الأولمبية تهيئ المعركة لهيركليز عشان يضرب ضربته النهائية. ديونيسيوس بدأ يهاجم العمالقة، وأثينا بدأت ترمي عليهم صخور ضخمة، ودخل هيديس كمان في الحرب، وادى خوذة الاختفاء بتاعته لهيرمس اللي ابتدى يجري بشكل سريع جدا ويضرب في العمالقة لحد ما يموتوا كل العمالقة. وأخيرا يمشي زوس وجنبه نايكي إلهة النصر وهو منتصر فوق جثث العمالقة الميتين. وبعد الحرب كرموا المحارب العظيم هيركليز اللي ساعد الآلهة الأولمبية على هزيمة العمالقة اللي من غيره كانت ممكن تكون نهاية آلهة جبال الأولمب. وبس هنا يكون انتهى فيديو النهاردة. لو انت وصلت لحد هنا فاتمنى ان انت تحط لايك للفيديو عشان يساعد ان الفيديو ده يوصل لناس اكتر. ولو اول مره تشوف القناه فانا اسمي فارس حالي، بقدم كونتنت عن الميثولوجيا والاساطير القديمه. لو انت مهتم بنوعيه المحتوى اللي انا بقدمها دي اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول باول. وبس اشوفك الفيديو الجاي، سلام.